المغرب يتوفر على 150 مناطق صناعية بوعاء عقاري ديال 12000 هكتار. اليوم المغرب تبقى للتوجيهات الملكية السامية غيدخل في عهد صناعي جديد مبني على السيادة، عنوانه السيادة، وأيضا كيرتكز على الارتقاء وكيرتكز على الاستدامة. مناطق صناعية غتحتاج العهد الجديد، غيحتاج مناطق صناعية من جيل جديد وعلى رأسها الولوج إلى الطاقات المتجددة، الولوج إلى الاستدامة والتدوير، الولوج إلى الاستعمال المعقول والمقنن للموارد المائية. هذه المناطق الصناعية من الجيل الجديد هي اللي غتواكب أولا الاستدامة ديال المنظومة الصناعية الوطنية، ثانيا غتقوي التنافسية ديالها، وثالثا غتقوي ايضا الولوجية ديالها للاسواق العالمية. تنظم مجلة صناعة المغرب اليوم في الرباط الملتقى الدولي للمناطق الصناعية تحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة، اختير لهذا الملتقى الدولي كعنوان أية مناطق صناعية وأية عقارات مهنية من أجل تطوير اقتصادي مهم. اليوم تنظيم هذا الدورة الثالثة للمناطق الصناعية كتجي في واحد الإطار ديال الرسالة السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله في اليوم الوطني للصناعة، حيث أكد جلالته على ضرورة ولوج المغرب إلى عصر صناعي جديد مبني على التنافسية وسكون أبل لا سوفرانتي اندستريال. اليوم المغرب كيتقدم من أول البلدان في العالم من ناحية تصدير صناعة السيارات في أفريقيا. المغرب كيتوفر على أكثر من 150 منطقة صناعية، كيتوفر على أكثر من 12 منطقة للتصنيع السراعي، تصنيع سريع أو سكون أبل ليزون داكسيليراسيون، كما كيتوفر المغرب على أكثر من 12100 هكتار من الأراضي الصالحة للصناعة. التحديات كاين هما بزاف ديال التحديات، لأن المغرب اليوم عنده رؤية واضحة باش يكون من الدول المصنعة في افريقيا. اليوم كما كنعرفوا على ان صناعة السيارات كتعرف تطور مهم في بلادنا، اول دولة في افريقيا مصدر الصناعات، صناعة الطيران كذلك. تحديات اليوم كاين سكون ابل لا ديكاربوناسيون او ازالة الكربون من الانتاج. هاد كما كتعرفوا ان اكثر من 65% ديال العلاقة التجارية كدار مع الاتحاد الاوروبي اليوم لازم على كاع الشركاء ديالو على انهم يحيدوا الكربون من الانتاج ديالو، والا لن تقبل تلك السلع، والا سوف يتم تطبيق رسوم وضرائب على تلك السلع. لذلك في اليوم المغرب ملزوم على انه يواكب هذا التطور العالمي في مجال ازاله الكربون. واليوم المناطق الصناعيه المغرب واعي بهذه المساله وحط استراتيجيه واضحه المعالم باش يزود المناطق الصناعية في المغرب بطاقة مستدامة ونظيفة تتطلب للمعايير الدولية من ناحية الإنتاج النظيف للطاقة.